أنا بكره إسرائيل. أيوة. وبحب محمد صلاح. دلوقتي انت بتحضر المسرح وهتعمل لنا حاجه غير تمثيل. نفسك تشتغل انا نفسي امثل دور قد كده استاذ قدام استاذ عادل امام بس دي المفروض بيكملين وسيله صاحبه النوايا خدتها الحمد لله خدتها المفروض تاخد صاحبه النوايا الحسنه كل جمعه تطبخ الحمد لله شخصيه حلوه بص على الاداره الفنانات اللي نفسها على الصوره اللي انا ابقى ايه؟ نفسك زيه عبله كامل طبعا طبعا عبله كامل دي استاذتنا الجميله المحترمه المؤدبه بنت مصر اللي هي فيها مصر يعني هم بيشوفوني بيقولوا انت مصر فاهمني انت ازاي؟ انا قال للناس لا هي مصر هي قدوه لينا هي كل حاجه عبله كامل هي مصر هي الضحكه الحلوه هي الكلمه الجميله كل حاجه حلوه دكتور راسه الصبره الساده المشاهدين دلوقتي متابعينك عايزين يعرفوا المعلمه عسليه اهلاويه ولا زملكاويه؟ ملهاش في الكوره الاهلاويه لا ثواني بس اه والله المعلمه عسليه لا مع اللعبه الحلوه اقول لكم الصراحه انا مع اللعبه الحلوه شجع زمالك بس انا بعشق طبعا بحب صلاح محمد صلاح بعشقه طبعا وبحب محمد صلاح قوي بعشقه عشان خاطر بيعمل خير للناس وعامل مشرفنا ومشرف مصر عايز المعلمة عسلية توجه كلمة للكابتن محمد صلاح نفسي اشوفك وانت شرفت مصر وبتشرفنا واللي بتعمله مع الناس وانا بحب وانت فخر الدنيا كلها وعايزك احنا عايزينك تنزل في وسطينا هنا تبقى زينا انا بكره اسرائيل ايوه وبحب محمد صلاح طبعا كل الفنانين طبعا بتوعنا معلش بقى يعني انا إيه لو انا يعني مش فاكره حد ما حدش انا بحب كل الفنانين بصراحه قولي لي بقى انت مكسره الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي وشايف ما شاء الله يعني مظاهره بحب عسليه حبيبي عايزك بقى توجهي كلمه للجمهور اللي عامل لك كومنتات كتير قوي انا عندي بس 20,000 كومنت بايدوك حبيبي طبعا انا عامه كل الناس كل ما يقولش مصر بس انا بقول كل الدنيا شوف بقى كل الدنيا طبعا من حبه ربه حبه في ايه؟ خلقه صح ولا كلامي غلط؟ فهو ربنا عايز كده هو ربنا كاتب كده انا بالناس وللناس لما الناس تجيلي من جميع الانحاء من كل ناحيه اللي عنده مشكله عنده حكايه ربنا يمكن مقاولي بيقول لي يعني انا كنت رادع عيال اقول ربنا يقويك عشان تبقي فاهمني انت ازاي؟ ليهم مش لحد فاهمني انت ازاي؟ فانا بحبهم قوي وانا بعشقهم وبقول لهم انا بحبكم عسلية بتحبكم قوي وكل الدنيا على فكره انا جايه المنيا يا جماعه جايه المنيا عشان في مشكله اهل المنيا هتقف معايا انا عايزاكم تقفوا معايا في مشكله جامده مع ناس والناس دي غلابه قوي وكده قلنا في ناس بتحب